اهتمام كبير توليه الدوله بالعاملين منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه حيث ركزت استراتيجيه الجمهوريه الجديده على دعم وتطوير الايدي العامله على كافه المستويات وتوفير حياه كريمه لهم وعلى مدار العشر سنوات الماضيه كان العمال بمثابه الوقود في معركه بناء الجمهوريه الجديده وساهمت المشروعات القوميه التي اطلقتها الدوله في كل ربوع مصر في توفير الملايين من فرص العمل لكل فئات المجتمع اهتمام كبير أولته الدولة بالعاملين منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ركزت استراتيجية الجمهورية الجديدة على دعم وتطوير الأيدي العاملة على كافة المستويات وتوفير حياة كريمة لهم. وعلى مدار العشر سنوات الماضيه كان العمال بمثابه وقود معركه البناء في الجمهوريه الجديده وساهمت المشروعات القوميه التي اطلقتها الدوله في كل ربوع مصر في توفير الملايين من فرص العمل لكل فئات المجتمع كما نجحت الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية والحرص على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور بإجمالي سبع زيادات للحد الأدنى للأجور ليصل إلى ستة ألاف جنيه للعاملين بالقطاع العام بزيادة تقدر بخمسين بالمئة بعد أن كان سبعمائة جنيه في عام 2012. واهتم الرئيس السيسي بأحوال العمال تقديرا لدورهم في عملية التنمية فأصدر قرارات عديدة لصالحهم منها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ وصرف إعانات فورية على ست دفعات بقيمة ثلاثة الاف جنيه بإجمالي ما يقرب من ستة مليارات جنيه للعمال المتضررين من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية العاملين من تبعات الجائحة. استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة استهدفت التوسع في بناء المشروعات الكبرى، وساهمت في رفع معدلات التشغيل، مما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويًا. وفي مجال التشريعات تم إصدار العديد من القوانين لدعم الأيدي العاملة من بينها قانون الخدمة المدنية لعام 2016 والذي كفل العاملين حقوقاً وواجبات في العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية والترقيات والمشاركة في الإدارة مروراً بقانون حق التنظيم النقابي لعام 2017 وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وأخيراً إصدار قانون العمل والذي حدد واجبات العامل وصاحب العمل. لم يكن العاملون بالخارج بمنأى عن أولويات الدولة التي أطلقت العديد من المبادرات والتي تتيح للعاملين المصريين بالخارج التواصل مع الجهات المختصة حتى تتمكن كل جهات الدولة من الإطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم وحصولهم على حقوقهم المالية والقانونية. كما حصلت المراه العامله على العديد من المكاسب التي لم تكن معروفه من قبل واطلقت الدوله الخطط الوطنيه للمساواه بين الجنسين في العمل والتي كانت خطوه غير مسبوقه لدمج الاناث في سوق العمل وتوفير اطار داعم للمراه للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصاديه على صعيد أصحاب القدرات الخاصة، حدد قانون العمل الجديد عدداً من الاشتراطات التي من شأنها تأهيل وتدريب ذوي الهمم لدمجهم في منظومة العمل وتوفير فرصة عمل وفقاً لإمكانيات كل شخص، فضلاً عن تخصيص نسبة 5% من القوى العاملة بالقطاع الخاص لذوي الهمم.